كن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي حضرتك الشيخ ولا؟ لا هو أنا الذي تعنيني، اتفضلي. طيب، عايز أسأله سؤال. اتفضلي. اتفضلي يا والدة. طيب. نعم. أنا برد عليك دلوقتي، السلام أيوة عليكم. نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أم الحسنين. أم الحسنين؟ أم الحسن والحسين. مرحبا بك وبالحسن وبالحسين. تفضلي يا بارك الله مرحبا. فيكم. وإياكم يا ولد، تفضلي. في سؤال، اسألي يا أم الحسنين. يعني أسأل السؤال وهتجيب كان الشيخ؟ نعم يا ولد، تفضلي. طيب، هبقى أقول لحضرتك. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. أول حاجة، اللهم صل على النبي. الشيوخ الأفاضل بحب أسمع منهم عند ذكرى سيدة رسول الله عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وآله وسلم. أحسنت. بدأ كده. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيوة صح لا كده بوضوح. أنا بوضوح، وأحسن كمان، كده وأحسن أيضا، وأحسن أيضا أن تضيف الآل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ضيف الآل يا أخي، بضيف الآل. أحسنت. أنت من أهل البيت يا أم الحسنين؟ نعم، أنا من القاهرة. أنت من أهل البيت؟ لا لا لا. ماشي. تفضلي يا أم الحسنين. بارك الله فيك. وفيكم. وكل من شارك وكل من نشكرك يا أم الحسنين، نشكرك على هذا التوجيه. أختكم الفاضلة أم الحسنين تناشدكم إذا سمعتم اسم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تصلوا عليه وتسلموا بوضوح صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بارك الله فيك يا أم الحسنين، وبارك الله لك في الحسنين. لا لسه في سؤال ثاني. ها مات، ما السؤال؟ ما السؤال؟ وانا طالبة. نعم. ايوه فضيلة الشيخ. نعم. وانا في سن في اعدادي، انا يعني قربت على ال70 دلوقتي. الله يبارك في عمرك. في اعدادي، ربنا يبارك في عمرنا ويحسن في اعمالنا ويحسن خاتمتنا. يا رب. وانا في اعدادي كنت بركب وسيلة مواصلات. طيب. فكان ابي كان عامل لي مواصلة درجة تانية. ولكن كنت بطلع اذا لقيت كنت الدرجه اولى اقعد تزوغ يعني. وحطيت في بالي ان انا لما اكبر واشتغل انا كنت يعني لسه ما فيش خالص في الدين. ماشي. حتى كنت بلغت يا ام الحسنين ولا لم تبلغي؟ نعم كنت بلغت. نعم. وبعد؟ اعداد يعني 15 سنه كده. وبعد؟ دلوقتي ايه اللي عليا؟ يعني انا دلوقتي الحمد لله لا اعمل، وانا جدا طبعا بفضل الله تعالى. أنا فهمت كلامك يا أم الحسنين، تصدقي بأي مبلغ الله يوفقنا وإياك. مين بقى؟ مين؟ لأي مصلحة عامة للمسلمين، حبيت تصدقي بقى على السكك الحديدية تصدقي. تصدقي بقى في أي ما أنت كنت سبب في خسارة السكك الحديدية. لا ده أنا بجهلي يا شيخ. إيه؟ بجهلي. نعم. بجهلي مني. ايوه ما المقصود يعني تصدقي بمبلغ من المال صدقه عامه. بس بقى القلب اي جهه، اي جهه حبيت تصدقي بقى للسكك الحديديه تصدقتي، ما حبيتيش في اي مصرف عام ينفع المسلمين. اي يعني ممكن لاشخاص؟ لا خلاها مصلحه عامه يا ام الحسنين. مصلحه عامه. ايوه نعم. جزاك الله خيرا. وياك يا ولد. مع السلامه. تقبل الله مني ومنكم وبارك الله. اللهم امين، اللهم امين. وسلمكم حتى نلقاه. يا رب آمين، يا رب آمين، يا رب آمين، يا رب تب علينا وعليك يا أم الحسنين وعلى السامعين والسامعات، واختم لنا ولك بخير، أخرجنا من هذه الدنيا على خير وبإيمان، وجنبنا وياك الفتن ما ظهر منها وما بطن.